نحن الآن في زيارة مركز آخر من المراكز الأولاد الآن يقومون بأحد التدريبات التي تساعد على السرعة والآن يعطون تمرينات التدريب باليد اليسرى في البداية بدأوا باليد اليمنى بعد كده من غير ما ينظر الورق ويبص عليه بيكتبوا هم مغمضين عينيهم ودلوقتي بيكتبوا بإيدهم الشمال منتهى الدقة لو شفنا الخطوط بتاعتهم تكاد تكون متقاربة لليد اليمين وده بيدل على انهم هم مدربين بشكل جيد جدا.